المخرجة التونسية سميرة بعمود التي حولت النص الأصلي للكاتب لطفي جاجاي إلى مسرحية تحمل عنوان اختراق. اختراق. العرض هو المسرحي اختراق، مشاهدينا يسلط الضوء على معاناتها لجبل سمامة في ولاية القصرين التونسية، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الإرهاب. كما تعكس المسرحية مدى تعلق أهل المنطقة تعلقهم بأرضهم رغم ما عانوه من تهديدات. هو من ناحية جعل جعل، أما هم نصبروا في الوهم لما نشوف الدم متاعهم ساقي الأرض. دموع حدا تهبط، دموع رحمة مع تصغريتها. العملية الليلة الأربعة تاع الصباح، ويوصلنا وتشدوهم حيين. ومجد شبيه؟ عاودوا مازلنا نخفي ما ينجمش الواحد. نقفوا معاهم ونعاونوهم. باهي سيدي على خاطرك نقفوا معاهم. صاحبي رجل. ماذا قالت المخرجة سميرة بعمود وفريق التمثيل لنا؟ يعني بالنسبة لي اختراق مش للإرهاب، وما هيش القصري ومش العاصمة. لاتر إما الإنسانية اخترقت، ما عادش عنا الإحساس بالحق متاع أنت إنسان وتعرف شنو تحب وشنو، ما متوفر لك حد شيء. دونك احنا في حد ذاتنا ولينا غريبين على رواحنا. ساعه انت وساعه تغزر في مرايتك ما تعرفكش. بالنسبه للدور، دور مجدي هو شاب من شباب المدينه الجبليه هذه، قرا فنون جميله. للاسف عنده خوه من تقريبا من نفس السن نتاعو، مشى للشق الاخر اللي هو الارهاب. جند روحه مع المجموعه هذيا املا منه انه مالكش يمنع خوه يعاود يرجع به للمدنيه اللي احنا نستحقوها. هذاك علاش انتمى. عرض محبة اليوم عرض خارق العادة، هزنا العالم الروحانيات. انا كي نجي نقسمه القسمين، ثم قسم البحث على في الصوفية التونسية، توزيع جديد بنظرة جديدة بنظرة فنية جديدة، ثم قسم في البحث على اشعار كلمات. شفنا كلمات نتاع جلال الدين الرومي ما نعرفوهمش، والحان وتوزيع مع عند الشاب جديد اكتشفته انا اليوم سي هيثم الحديري. انا ننصح انه العرض هذا يتعاود اكثر من انه اول عرض، هذا ممكن مازال يزيد يتطور ويتشاف ويتحسن. عليكم الحديث مشاهدينا، وللتفصيل اكثر في هذا العمل المسرحي اختراق نسعد بأن تلتحق بنا مباشرة من العاصمة تونس المخرجة سميرة بعمود. سيدتي الفاضلة أهلا ومرحبا بك في الضفاف، شكرا على قبول الدعوة. يشدنا هذا العنوان المميز اختراق، تعرفنا على الفئة المستهدفة، ولكن ماذا عن هذا العنوان اختراق؟ مساء الخير. اختراق هو يحمل العديد من المعاني، ليس فقط الاختراق السطحي للأشياء، يعني اختراق العقول، أيضا اختراق الاقتصاد، اختراق المؤسسات، اختراق العائلة، اختراق كل الجوانب الاجتماعية والفكرية التي أسست منذ سنوات. الإرهاب اخترقنا بطبيعة الحال، واخترق كل الدول العربية وحتى الأوروبية وحتى العالمية، لأنه أنا صحيح نحكي على منطقة جبلية واخترت سمامة كمثال لمسرحيتي اختراق، والعنوان الثاني هو أرض الألغام. القصد منه أنه أنا حبيت نحكي على الإرهاب بعد كل هذه السنوات التي مرت ولم أحكي عليه عندما بدأ في السنين الفارطة، لكي أفهم هذا الإرهاب من أين مأتاه ولماذا في الجبال ولماذا هو أراد أن ينخر أو أن يخترق عقول شبابنا. لذلك اخترت سمامة كمثال، وإن شاء الله اختراق باش يكبر المشروع وباش يولي أرض الألغام ما بعد الإرهاب، لأنه صحيح جاء الإرهاب في الجبل وذهب الإرهاب بين قوسين يقال أنه ذهب، ولكن ترك وراءه مأساة أعظم هي الألغام، ألغام العقول، ألغام الجبال التي قتلت الجبل
قتلت الحيوانات، قتلت كل الروح الموجودة في تلك المنطقة. اخترت تلك المنطقة لأني حبيت أهلها وعاشرتهم وذهبت إليهم وجالستهم وبت معهم في الخلاء كما يقال، فلم أجد الإرهاب، بالعكس وجدت ناس مطمئنين، ناس محبين لأرضهم، ناس ما زالوا شديد البقاء في هناك. نعم، اخترت العرض في بير الأحجار وليس في مكان آخر، لماذا؟ هو الحقيقة كان سيكون في سمامة العرض، ولكن لظروف نجم نقول مادية بالأساس، لأنه التنقل إلى هناك والمعدات التقنية والمعدات تتطلب الكثير من الدعم الذي الحقيقة أنا منتجة العمل أيضا في نفس الوقت، لست المخرجة فقط، يعني الدعم لا يكفيني لكي أقوم بذلك، فاستقبلت أنا أهالي سمامة إلينا. وبما أني أنا المسرحية ما نحبش تكون في العلبة إيطالية، المسرح العادي والكراسي والمكان المرتفع، اخترت بير الأحجار لأنه هو فسيح، لأنه فيه فضاء نجم نلعب فيه بدون وضع ذلك الجدار الرابع بين الجمهور والممثلين. سميرة بعمود، خرجت عن القالب الإيطالي، خرجت عن القالب المعلب إن صح التعبير، يعني من الفكرة إلى الثمرة أو من الفكرة إلى التجسيد، وأنت مخرجة ومنتجة هذا العمل، ما الذي أردت إيصاله من خلال هذا العمل المسرحي؟ أردت أن أقول أننا يجب أن ننظر جيدا في مسألة الإرهاب هذا، يعني لماذا وقع غسل دماغ بعض الشباب؟ وعندي في وسط المسرحية بعض المقاطع الحية لأناس حقيقيين وقعت عليهم الحكاية، تتعدى بالفيديو. هو تساؤل كنت أتساءله منذ بدايات الثورات هذه إلى يومنا هذا، فاكتشفت بعض الأشياء التي بدت أبحث فيها وما زلت، لأنه أرض الألغام سيصبح مشروع كبير، لن يتحدث عن سمامة فقط، سيتحدث عن جبال كثيرة، وقد تكون كذلك جبال من أماكن أخرى خارج تونس، وسوف أستقبل إن شاء الله إذا أتيحت لي الماديات والظروف المادية خاصة العديد من الفنانين للقيام للمشاركة في هذا العمل، كما الفنانين بتاع سمامة الذين شاركوا في هذا العمل صليحة، عبد المولى، محمد وحسنة، تحية لهم من هنا من التلفزيون العربي. نحب نقول لهم أنا موجودة لكي أتحدث عنكم، لأنني وأتحدث عن مأساة الجبال بصفة عامة التي عانت كثيرا من الإرهاب. سيدة أو مخرجة المسرحية سميرة بعمود، كل التوفيق لك وبمزيد من النجاحات، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك.